بسم الله وصلى احمد. قال انما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه كان يتشكر من الكتاب فلما رمي انتهى. وهذا صحيح دون قوله وكان يتشكر من الكتاب. وليت في هذا الحديث سؤالات ابن سليم هو ضعيف لكنه توبع وبقي رجال ثقات رجال الشافعين ابو معمر وعبد الله بن صخره وسفيان والثوري وحديث موسى بن صالح عبد الرزاق وخرجوا الطرسي عن زائدة مقدامة والحميدي عن سفيان بن عيينة وأبو يعلى ومن طريق أبو معاوية محمد بن خازم سلسلته عن الليث بن أبي سليم وكما قلنا توبع وإن كان غير الله. قال رحمه الله حدثني علي ولا حدثني عبد الرزاق بن أبي سليم لسه نشرح الله ماشي. لما مر على الجنازة قام الناس وطالب أن أفتكم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه علي بن أبي طالب يقعد يجلس ورآه يخون فالأمر عنده يعلم الناس من المنسوخ فقال من أفتكم ذلك قال أبو موسى فما عقب لكن قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نعم فعله مرة في قولك شبه الكتاب يعني هو في بعض الروايات جاءت العلل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لفزعا وفي روايه يصحبه الملك وهذا احتج به من قال القيام لاهل الفضل ان كانوا لا يحبون ذلك. والثالثه قالوا قال جنازه يهودي كرهت ان تعلوني اذا كان هذا تعليما وكان في اول الامر انهم يقومون اذا جاءت الجنازه ثم بعد ذلك قعدوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قعد. هذا الراجح في الصحيح. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن خيط قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن ابيه حسين بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال علي رضي الله عنه اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم يوم بدر فاعطاني رسول الله شارفا اخرى قال فنفتهما يوما عند باب رجل من الانصار قال وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعا معي صالح من بني قيطاع ليستعين به على وليمه فاطمه رضي الله عنها وحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت فصار اليهما حمزه رضي الله عنه بالسيف فجب اسنعتهما ونقل فواصرهما ثم اخذ من اكبرهما قال قلت لابن شهاب رحمه الله ومن السلام قال جب اسنعتهما فذهب بها قال فنظرت الى منظر افضعني اتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد مخالفه رضي الله عنه فاخبرته الخبر خرج ومعه زيد فانطلق معه فدخل على حمزه فتغيظ عليه رفع حمزه بصره فقال هل انتم الا عبيد لابي قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم القبر. كل هذه القصة قصة عظيمة كان في بدر عندما يعني كانت الغنائم كان هناك شارف لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطاه المسلم شارفا آخر كل ذلك من أجل وليمة فاطمة رضي الله عنها وساعده في مهيئة شؤون الوالد يساعد الزوج على الزواج من ابنته فكان الأمر عظيما في هذا الباب. الطالب أخبر بأن حمزة يعني ضرب أسلمة الأخت الجمل ثم استخرج كبده فأكله ذهب علينا الضرب يتأكد من ذلك والخمر لم تحرم بعد شرب حمزة وجاءت الجارية تغني حتى ضربه اشتد الأمر عند حمزة فضرب بالسيف دب أسلمة الجمل وأخرج كبده وأكله وعلي بن أبي طالب لم يتمالك نفسه وبكاءه ودموعه أغرقته فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له بأبي وأمي خرج النبي مع علي بن أبي طالب ومعهم زيد بن ثابت
إلى حمزة، فلما دخل على حمزة متغيظاً عليه على ما فعل، فنظر حمزة إليه وصعد النظر، وكان قد شرب خمراً كثيراً ذهب على الوعي ما يدرك ما يقول، فنظر إلى المسلم وقال: ما أنتم من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد أبي. هذه كلمة كفر، هذه كلمة زوجية المسلم، كلمة كفر. علم المسلم أنه أن عقله ليس معه، فلذلك ترك المسلم وتطهر ورجع المسلم لأنه علم أن الخمر قد اشتدت عليه. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يحاسب المرء على قول وعلى فعل إلا إذا كان تام الإرادة، فإن كان مسلوب الإرادة فلا شيء عليه، فالذي غلب على إرادته وعلى عقله الخمر أو إن كان ملبوسا يعني مسه الجن فغلب على رأسه وعلى إرادته أو جاءه غضب شديد فأذهب عقله، كل هؤلاء أفعاله لا يؤخذون بها. وطبعا من ذلك مسلوب الإرادة بالإكراه كعمار بن ياسر، بأن الله تعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الإنسان: ما تركوني حتى تكرمت فيك. قال: ما وجدت قلبك؟ قال: وجدته مطمئنا بالإيمان. وهذا إسناد صحيح عن شرط الشافعين، خرج مسلم من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد، وخرج البخاري ومسلم والبزار وأبو يعلى وابن حبان، وخرج البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والبيهقي من طريق مسلم الناس التأيلي عن الزهري. تفضل. حدثنا عبد الله وحدثنا يعقوب بن ابي هيبه قال حدثنا عبد الله وصحبه الاسلام على عاصم بن طمره انه قال رب العالمين جميعا قال ناس من اسلام عليه رضي الله عنه علي رضي الله عنه انا تحدثنا بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار وعند تطهره قال علي رضي الله عنه انكم لفتنونه فقالوا له اخبرنا بها منها ما اطفنا قال فذكر الحديث بطوله هو ذكر طبعا انه صلى ركعتين قبل الظهر أربع قبل الظهر أربع قبل العصر بدون سلام ذكر 16 ركعة وهما وهي المجتمع بحديث أم سلمة سلمة الثابرة عن 16 ركعة وزاد على ذلك أربع قبل العصر لا يفصل بينهم بالسلام الفوائد المرتبطة ذهب العقل لا يؤاخذ رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم عن حتى يستيقظ وعن مجموعة التوفيق همة الصحابة في السؤال عن صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ليأتسوا به الحدث الأول من رب الجمع أولى من النسخ وأغلب الأحكام المعللة الجمع أولى من النسخ وأغلب الأحكام المعللة يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم